الأستاذ سامي عاشور لما كان في لجنة وضع الدستور المصري أكد وعمل باب خاص اسمه باب المحاماة الباب السادس، ونصف المادة 198 من الدستور على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. فإذن لما يكون المحامي بيشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع لابد أن يظهر بنفس المظهر اللائق له كأنه قاضي وكأنه وكيل نيابة بالظبط. ولذلك دائما وفي كل المحاضرات بنأكد على زملاء الأعزاء بأن هم لابد أن المحامي يتسم بالمظهر الذي يليق به والجوهر، مظهر أن يكون مظهره يليق به لما بيحضر قدام المحكمة أو النيابة أو حتى أقسام الشرطة، لابد أنه يلبس الزي الرسمي اللي هو البدلة ويكون يليق به باعتباره شريك للسلطة القضائية. أما الجوهر لابد أنه زملاء الأعزاء المتدربين يتدربوا في مكاتب مشهود لها بأنها بتمارس المحاماة مهنة فعلية، لأن طبعاً لما هتيجي تجدد الكارنيه بعد ما تقيد ابتدائي هتيجي هطلب منك دلائل اشتغال، هل انت فعلا كنت شغال محامي ولا كنت شغال. ولذلك احنا بنأكد من اول لقاء ليكم مع مجلس نقابة المحامين انه كنتم يا جماعة يا أساتذة اللي هشتغل بمهنة المحاماة لابد انه يتدرب في مكاتب مشهود لها بانها شغالة بمهنة المحاماة، واللي هيشتغل في شركات القطاع العام او شركات الحكومة لابد ارضا انه هو يلتحق بالادارات القانونية، الإدارات القانونية علشان ما ينفعش إن هو يكون شغال في وظيفة إدارية وعاوز يدنه مقاضي نقابة المحامين. أول لما هيجي لي اختار في نقابة المحامين إنك أنت شغال في وظيفة إدارية النقابة هتشطبك، لأنك أنت أنا بقول لك من دلوقتي عشان ما تجيش تقول أصل ما عرفتش محدش قال لي، لا لابد إنك أنت لو أنت شغال في جهة حكومية أو شركات القطاع العام إنك أنت تلتحق بالإدارة القانونية ويطلع لك توكيل من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الممثل القانوني للشركة. هذا بالنسبة للمحامين الذين يعملون في أو سوف يشتغلون ويلتحقون بشركات القطاع العام. أما الزملاء المحامين اللي هم عاوزين يشتغلوا محامي حر فلابد أنه يثقف نفسه يتقدم في عندنا معهد المحاماة، بنبدأ إحنا النهاردة في الدورة الثالثة لي بدأنا فيها، لابد أنك تلتحقوا بها لأنه بيجي ويحاضر أساتذة كبار جدا من كبار المحامين، النقيب نفسه الأستاذ سامي عاشور بيلقوا محاضرات فيه وكبار المحامين. ولذلك لابد أنك أنت تبقى مظهر ومظهرك يليق بك أنك أنت كمحامي وجوهر بأنك أنت تثقف نفسك وتلتحق بالمكاتب المشهود بيها.